بعث طالب مصري عائد من فرنسا برسالة شكر لمؤسسات الدولة المصرية. قال الرسالة دي في مقطع فيديو صوره لنفسه، وطبعا تم تداول هذا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان بيتكلم على خضوعه لإجراءات الحجر الصحي وقيام وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية ليه داخل غرفة العزل الصحي ده بعد ما التزم بالإجراءات وخضوعه لكل اللي مطلوب منه كعائدين من الخارج. الطالب اسمه حسام نجمي، طالب مصري مقيم في فرنسا، ورجع في رحلة باريس للقاهرة، وقال في مقطع الفيديو كلام كتير خاص بالتجربة اللي مر بيها والشائعات أيضا اللي تم الترويج لها خاصة بالعائدين لمصر والمعاملة اللي تلقوها داخل الحجر الصحي والفيديوهات اللي شفناها وهم بيتكلموا عن أكلهم وعن عزلهم وإزاي أنه ده كلام غير صحيح. خلينا نسمع حسام أوقع لأنه هو صاحب التجربة. انا بس الحاجه الوحيده كانت مضايقاني ان للاسف في ناس طلعت بدات بقى تقول ده كانوا بيعاملونا وحش، ده كانوا مش عارف بيضربونا، ده مش عارف ايه، ده الاكل منتهي الصلاحيه. الكلام ده كله عاري من الصحه تماما. احنا من اول ما طلعنا من الطياره لحد ما وصلنا الفندق المعامله، يعني انا عمري ما شفت كده. يعني فعلا انا كل شخص، يعني اولا الدوله المصريه عملت اللي عليها، جابت لنا طياره من هناك، اللي هو الطيارات كلها مقفوله في كل حته في العالم، بعتت لنا طياره مخصوص عشان ترجعنا بلدنا. وكمان الشرطه في المطار كانت بتتعامل معانا كويس جدا، الاطباء والممرضين والكلام ده كله حاجه في منتهى الرقيه، وحاجه في يعني حاجه تنظيم رهيب. وصلنا الفندق على طول، برضو كل واحد بياخد المفتاح بتاعه ويخش اوضته بكل سهوله. جد انا منبهر ومبسوط جدا من ما اللي كان بيحصل من اول ما طلعنا لحد ما وصلنا هنا. فانا متضايق لان الناس اللي هو انا مع الناس اللي كانت بتقول ان هي ما تقدرش ماديا ان هي تدفع المبلغ ده، ولكن في اسلوب احسن من كده ان احنا نبين الموضوع ده، مش بان احنا نشتم ولا ان احنا نطلع اشاعات مغرضه ولا نضيع يعني التعب والمجهود اللي الدوله بذلته في ان هي ترضينا وان هي تجيبنا ترجعنا باهلنا ونشوف اهلنا وقرايبنا وكلنا ونبقى سلام كمان في نفس الوقت واحنا بنشوفهم، ما نعديش حد وما نخليش حد مريض. فأنا بس حابب أبعت الفيديو ده، أوجه رسالة لفعلا رئاسة الجمهورية والرئيس والحكومة بتاعته وأفراد الداخلية والصحة والسياحة، لأن يعني كل الناس دي كانت مشتركة في الموضوع اللي احنا يعني إن احنا نرجع فيه. والتنسيق والتنظيم اللي حصل، حتى لما بقى نتكلم في موضوع السعر والكلام ده كله، طلعت رئاسة الجمهورية دلوقتي قالت إن هم هيتكفلوا بالموضوع. فأنا بجد أنا بشكر كل حد، أولا طبعا الرئيس بتاعنا، لان هو يعني الراجل ده فعلا بيعمل شغل كتير جدا للبلد. انا شخصيا انا مبسوط جدا من كل حاجه هو بيعملها، واتمنى بجد يعني نوقف بقى اشاعات ونوقف الطريقه بتاعتنا ونحترم ونحاول نبص بجد للدوله اللي بتحاول تبص لنا وبتحاول تساعدنا في اي حاجه احنا مش قادرين عليها. الحمد لله على السلامة. حسام نجمي طالب مصري عائد من فرنسا، عائد لبلده، كل الشكر لتوضيح الأمور من واقع وجوده في الحجر الصحي وتجربته.